الفقرة اللي احنا هنبدأها تفتكروا التطبيق اللي اسمه جوه الحلة، والتطبيق ده هو معمول علشان اخواتنا وبناتنا يعني اللي هم صاحبات البصيرة. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل شكل من اشكال احتفال مختلف، احتفالنا المختلف بتطبيق جوه الحلة. و يعني احنا قرايب ولا ايه؟ إيمان الحسيني ويوسف الحسيني، فأكيد احنا اخوات. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تطبيق جوه الحلة ده طلع حلو ومفيد جدا. طب طلع طعم يعني يأكل، يعني انا شايف قدامي حاجات ومكونات والوانات، وشايف قدامي بقسماط وبيض وفراخ، وشكلنا هنعمل فراخ بانيه وبصل، انا احب البصل. وده ايه؟ ده روزميري ده ولا ايه؟ ده روزميري وفلفل، وده زيت زيتون، طماطم متقطعه، خيار. طب انا هنقنق على ما هنروح لفاصل مع دكتور ايمان الحسيني صاحبه تطبيق جوه الحله، وضيفتنا الكريمات اللي هيكونوا موجودين معانا ديما داوود وساره لطفي. هم ياكلوا؟ لا هم مش هياكلوا، انا اللي هاكل. هم هيعملوا الاكل وانا هدوق. بس اوعدكم ان انا مش هطول، يعني اصل انا فضلت خيركم. عندنا في البيت النهارده فرخه محمره، بس فرخه بلدي مع شويه قلقاس ورز ابيض. الله اكبر. فانتوا شطارتكم يا تدوقوني الاكله دي فاشبع وارجع البيت ما اكلش، يا هتدوقوني فيبقى فاتح شهيه. لا ان شاء الله نضمن لك ان هنشبع. توكلنا على الله. فاصل ونبدا الكلام. دلوقتي بقى معاد الحلو كله الاكل. دكتور ايمان الاول اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا إيه؟ الحمد لله تمام، كله تمام، كله زي الفل الحمد لله. ساره ازيك يا ساره؟ زي حضرتك. مكسوفه ساره قوي 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 قوي. ديما مش مكسوفه يعني. ديما قالت انا هغني. خدت فرصتها في اللحظه دي. ديما قالت انا هغني وانا بقطع. اغني ولا قلت لها غني يا ديما؟ دي هتطلع. يا ريت يا ريت. لا غني غني ولا يهمك يا ستي. طب احنا هنبدا بقى نعمل ايه؟ قولي لي يا دكتور. بالنسبه لساره ان شاء الله هي هتعمل لك النهارده فراخ بانيه. ماشي. وبالنسبه لديما هتقدم لكم سلطه الفتوش. اوكي. ايه رايك؟ اي بصي كل اللي بعته ربنا حلو كده. المهم المعده تاكل وتتروق. ننبسط كده ننبسط. ساره استغلت فتره الفاصل وقالت تتبل البانيه عشان يلحق يشرب التتبيله فتحس بقى بطعم التوابل. حطيتي ايه يا ساره؟ قولي للاستاذ يوسف. حطينا طبعا ملح وفلفل، وحطينا بصل، وحطينا بصل بودر، وحطينا جنزبيل وبس. وليمون. وليمون. انا شايف جنبك روزميري، ده بيعمل ايه بقى؟ روزميري برضه. يعني شغال معانا. حلو. اوكي كده احنا بقى تبلنا الفراخ وقلبناه بقى في التتبيله، ودلوقتي بقى هنعمله بيض بقى ولبن. هتحطيها في البيض واللبن والبقسماط والحاجات دي؟ تمام. بس هنحط الزيت على النار الاول. دي ما هتبدا تغني، احنا متاكدين من ذلك. طبعا بتجهز دلوقتي، حضري اغنيتك قديمه. اكيد نازل. ايوه صدقيني هتكون مبسوط. اكيد ومعاك الخيار نازل هتكون مبسوط عشان معانا. أيوة. الاول. هنكسر بيض بقى ونحط عليه ملح وفلفل. ايوه. ولبن. ملح وفلفل ولبن. واحنا بنحط ليه لبن؟ عشان يطري البني من جواه من قلبه. يا ولا ده 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 احنا هرشين كل شيء. مفيش حاجه بتتحط كده ولا كده. عندي دي ما بتقطع الخيار تقطيع الجواهر دي. اصابعك وراها. لازم اصابعك وراها. لازم تاكل اصابعك وراها عشان طيبة. اكل اكل. طب خلي بالك انت بس من اصابعك. الله يسامحك. انت عارفه ان انا احسن واحد في الدنيا يعور نفسه بالسكاكين. فعلا عظيم. لا ما اقولكيش انا اكل بس، بعرف اطبخ اظن، مش ناس كتير معترفه بطبيخي صحيح. طب امتى بقى هتعمل فقره ونشوف فيها موهبه الطبخ بتاعتك؟ نعمل كده طبعا. يا خبر ابيض. ده انا بحارب علشان اعمل الموضوع ده. نفسي انا اللي اطبخ مش بس اكل. ادي اللبن اهو. حطينا اللبن على البيض وملح وحطينا ملح وفلفل وبنضربهم بقى مع بعض كده. ايوه. وهنحط بقى البانيه. ضربي الضمير بقى يا ساره بقى. انا الضمير بقى عايز بقى ايه؟ ضرب افترى ضرب. لو في بيض زياده احنا ممكن نعمل قرص اومليت كده ننقنق فيه على في. بس بعد كده بقى هنحط البانيه بقى فيها. ايوه. نلبس بقى جوانتي وجو ايه؟ اول بانيهايه.
ونغطس البانيه في البيض باللبن، وبعدين ال البانيه البقسماط بقى نحطها كده ونضغط عليها عشان يثبت يعني ما يقشرش. ما شاء الله عليكي. تركات بقى وحركات. حركات بس وهنحطها بقى في الزيت. اديله بقى ايه؟ واديله طشه. بس لسه الزيت بارد قوي. لسه بارد ها؟ سمعتي انت ما بيعملش التش، عرفتي انه بارد. ما بيعملش لازم يعمل تش كده. احنا هنقضيها تقطيع يا ديما. انت بتحب تسمع ايه؟ انا بحب اسمع فيروز. والله بجد؟ ايوه. لا ده لا بص، انا اكتر واحد في الدنيا ممكن يكون بيسمع فيروز. ليه؟ بحبها قوي. اكيد انت رومانسي؟ بحب فيروز حب غير طبيعي. مفيش حد ما بيحبش فيروز يعني اصلا. وانا طفل في بيتنا فكان دايما صوت فيروز، عارفه يقول لك يصدح داخل المنزل. ابويا وامي الاثنين يحبوا، ابويا الله يرحمه بقى يا امي الله يديها الصحه، يحبوا فيروز حب غير طبيعي. نركب العربيه فيروز، كل حاجه فيروز. فانا كبرت على صوت فيروز بجد مش هزار. مره قلت استاذ مفيد فوزي هو مشهور بان هو من اكتر الناس ربنا يديله الصحه اللي يحبوا فيروز. قلت له انا احب فيروز اكتر منك. احنا كمان بنحب فيروز ونحب اللي يحب فيروز. يا سلام يا سلام، ربنا يخليك. دي ما تبليهم وما تحطيهمش في الزيت، اصبري شويه. طيب ماشي، نستنى عليهم شويه عشان ما يشربوش الزيت. صح. شفتي بقى ماما كده الزيت لسه جاي. الحاجات دي مش موضوع يشرب الزيت دي قوي. صح. شو اكتر اغنيه بتحبها لفيروز؟ فيروز اقول لك، انا كنت احب بقى اغاني كل اغاني فيروز، بس مثلا نحنا كنا طالعين، بس انا نشاز ما تسمعنيش. طالعين ومش نازلين كده، بحبها جدا. تغني معايا؟ طب يقول لي خليها تغني معاك. انا اغني؟ يا نهار ده اضيع مستقبلي. ليش؟ لا انا صوتي وحش في الغنى. طيب بس انا مش بحب الاغنيات دي. طب حبي ايه؟ طب قولي اللي انت بتحبيه. قولي بس تقولي ما بحبش الاغنيه دي وبحب الاغنيه دي ولسه ما سمعناش حاجه. ايوه قولي لنا بقى. دي المقادير بتاعت خيار، طماطم، خس او كابوتشا. انا احب الخس. زيت زيتون يا عيني، ملح، خل التفاح او خل ابيض. هو الفتوش بيتحط عليه دبس رمان؟ احيانا. اوكي، لكن عاده لا. يعني لمن يحب. وبيتحط له نعنع ومقلي برضه، بس ممكن برضو احيانا على حسب النار شويه. اوكي، نزود النار. حاضر. هو تقريبا تعتبر مش شغاله لانه كده صعب قوي. هي كده مش شغاله فعلا. انا مش سامع صوت اي حاجه بتعمل. هو لو في حد من ال نطلع فاصل، ايه رايكم؟ حد يجي يظبطها لنا؟ تمام. طيب احنا بصوا يا جماعه، هنطلع فاصل على ما ساره هتظبط لنا البقسماط، وديما تقطع اللي مش بقسماط، ونطلع فاصل نظبط. احضر لك اغنيه برضو وتفكري في اغنيه. تعالوا نطلع فاصل يا جماعه. الكلام ما ينفعش يبقى حاف، فلازم ايه؟ اقول لك، اصل انا القعده دي كنت بقعدها وانا طفل صغير قد كده، طفل صغير مكور شعره طويل قاعد جنب امه في المطبخ، قاعد عمال بياكل اي حاجه حواليه لحد ما الاكل يخلص، لا احتمل الجوع، انا شخص لا احتمل الجوع. فاحنا بالمناسبه كان عندنا حدوته كده متعلقه بتسخين الزيت، ومش عارفين كلنا نشغل الجهاز المتطور العظيم. انا من بتوع البوتاجاز المصانع الحربيه الابيض، ابو يعني ابو انبوبه ده بتاع زمان. المهم يعني فمش ده موضوعنا. خلينا نجد ترحيب مره ثانيه بدكتور ايمان الحسيني، صاحبه تطبيق جوه الحله، وبناتنا ساره وديما، منورين. فساره طبعا يا عيني متورطه دلوقتي في موضوع تحمير الفراخ البانيه في الزيت، وقالت لي بص بقى يوسف عبي كلام على ما الزيت يسخن. ديما قالت انتوا كده غالبا مالكوش عندي غير طبق السلطه والفتوش، وانا كده بقى انقذتكم وما غنتلناش اي اغنيه. طب انا عندي سؤال، انت ما تبقيش قلقانه وانت ماسكه السكينه وتقطعي وكده؟ لا، بتبقي مسيطره على الموضوع. عشان عارفه انا وين عم حطها. طب هو يعني عم حط المكان اللي عم حط فيه كده، مش بعمل كده لانه انا عارفه ايدي وين حاططها. عارفه ماسكه ايدك للحاجه وماسكه السكينه. وسارة برضو تبقي عارفة الأماكن بتاعت الحاجة، وتعرفي بتتأكدي مثلا إزاي إن حتة الفرخة دي خدت نصيبها العادل. شوفي نصيبها العادل، سياسة مسيطرة عليا، نصيبها العادل من البقسماط.
ما انا لما بحطها بايدي في البقسماط وبحط برش عليها واتك عليها كده عشان يلزق فيها بس، وبشيلها نفضها واحطها بقى في الزيت، هي كده بتبقى غريب. البنات غريب. طب لما تعرفي منين انها استوت؟ لا دي بقى بالممارسة يعني، ما بتجيش من اول مرة، سنس كده. لا هي يعني بتاخد دقيقتين تلاتة على كل ناحية ونقلبها. بس عشان اوصل للمرحلة دي يعني كذا مرة. انا بدوق بقى يعني، اروح جايبها واشوف حاجات زي كده لحد كمان ملمسها في الشوكة او في المعلقة بيبقى هي كانت طرية اول ما حطيتها. لما بتستوي بتبقى يعني مخرفشة. ايه مخرفشة، ايوه هي دي. أيوة. مخرفشة كده في المعلقة فملمسها بيبان. أيوة. بس وريحتها طبعا، وهي ما يعني البني ما بياخدش اصلا سوا كتير. لا احنا معانا هياخد سوا النهارده. هنسهر معانا النهارده، قاعدين مع فراخ بانيه مشبعه بالزيت النهارده. يومنا الجميل. انا عايزه اقول لحضرتك كمان يا استاذ يوسف انه لو سمعت ساره وهي بتشرح تقول ملمسها، بتقول صوتها، ده اللي احنا مقومين عليه فكره تطبيق جوه الحل. جوه الحل ان احنا بنوصف الوصفات كلها باستخدام الحواس الاربعه للمكفوفين. حلو جدا. فما بنستثني حاسه الابصار تماما من الوصف. وبنعوضهم بحواس اللمس والشم والسمع والتذوق. فزي ما هي قالت لك كده ملمسها صح، بيبقى في الشوكه مخرفش. مخرفش. في حاجه تانية بسمع صوتها زي مثلا غليان الميه، فبنقول لها هتسمعي صوت الميه، صوت فقاقيع الماء، يبقى الميه غليت. او بنسميها لهم بقبقة الماء. بقبقة الماء. بقبقة. احنا مره لازم نطبخ مبقبقه. ديما برضو بقول لها، قلت لها ديما مش خايفه وانت ماسكه السكينه؟ قالت لي انا عارفه ماسكه السكينه ازاي وماسكه الحاجات اللي في ايدي الناحيه الثانيه ازاي، ما بقاش حاطه صوابعي فوقها، تبقى بعيده عنها وبعرض. بس تكه مسافه يعني. طب انت ما حطيتلناش بصل ليه على الفتوش؟ لا يا استاذ والله مش طيب ببصل. بس خلاص هتهبي فيا ليه؟ في واحده هبت فيا، اقول لها بصي انا هقلبيها واكتبها. حلو يلا بينا. ايوه عارفه طبعا. قلبيها على الوش الثاني. لا حركيها. هي الفراخ بدات تقول لحظه لحظه يعني. لا يعني في واحده منهم هتقول اللي بتاع الطبق ده. ايوه هي العين صغيره شكلها كده. والناحيه الثانيه ساره بتتابع الفراخ وبتراقبها، وديما بتحط الخيار والطماطم. هو المفروض برضه ديما ما قالت لناش هتغني ايه. مكتوب اسمك. اشتغلنا. لا والله قلت لك لازم. دي فاتك بقول لها ليه ما حطيتيش بصل؟ قالت لي لا 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 بصل ايه، بصل ايه. يا استاذ البصل مع الخل مش طيب. انت عارف شهره ديما ايه في البيت عندها؟ نحط ليمون. عارف شهره ديما ايه في البيت عندها؟ ايه؟ انا عملت صنفور المعترض. الصنفور المعترض. الله يسامحك يا دكتوره، بدك تفضحي. انا ليا واحد صاحبي اسمه مروان ادري، بس هو مروان يعني مذيع راديو شهير ومعروف، اسمه صنفور غضبان. يعني احنا بنشتغل سوا انا وهو واصحاب واحنا وزمايل لينا كتير، يعني بقالنا داخلين على 20 سنه. فهو اسمه جوه اللي جوه في ام عندنا الصنفور غضبان طول الوقت، ما في شيء مش عاجبه. طبعا هو انا يعني غالبا هشوفه بكره، فاكيد هيقعد يهريني يلوم وتقريع. يلا يا ديما سمعينا. إيه هترش لنا بقى حاجات من الحاجات اللي جنبك دي بقى؟ انا بدي رش ملح وخل وزاد. هلا ولا غني؟ ملح وخل وزاد اللي انت عايزاه. انا ما بعرفش. طب ما تغني وانت بترشي على ما الزيت اللي احنا بنطلب من ربنا. ايه ده؟ بدا اقول لك يعني بدا يا ساره طلعت قماش. يا رب. طبعا عايزه اقول لازم قبل ما احط يعني يكون اول ما احط البانيه لازم يعمل كده صوت ان هو كده الزيت قدح وبقى كويس. حلو. لكن يعني هنا بقى معانا ربنا المكان ان شاء الله خير. طب انا شايف كمان دي ما انت بتعايري ازاي بالمعلقه؟ يعني بتعرفي منين الكميه اللي؟ لا على حسب انت شو بتحب برضو. أوكي. دي مالك مالك كميه معينه دي ذوقك. بالضبط كده. حتى الخل والزيت انت دلوقتي هتحطي الخل. انا ماسك لك الطبق بشوفها كده بس. انت هتحطي وعندي لسه. ودي برضو لسه. يا حلولي يا حلو. غني يا ديما. ديما جماعه بتوعدنا وعود ولا تنفذها. حاضر. ثواني بس للمعلقه لو سمحت. كان عنا طاحون عيما. اي حاجه. مكتوب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. بكتب اسمك يا حبيبي على رمل الطريق. بكره بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة. بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي
هديتك مظهري لكن تداريها ولا تعطني فيها تضعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعطني فيها تضعت لهدي. أنا خايف الفراخ اللي هتضيع من هدي. ماله القلقاس؟ ماله؟ اشتكى مننا في ايه؟ على رأي يحيى الفخراني في فيلم بتاع ممكن ممكن ادوق عشان اعرف؟ دوقي دوقي ثواني بس دوقي دوقي خليها بس تدوق دي لو حد قرب من الطبق بتاعها هتاكله. اه والله قال له جاي لك يا عدويه فانا يعني جاي لك يا قلقاس. وادي زيت الزيتون. ايوه حد بقى من السادة المشاهدين يا استاذ يوسف كان يتخيل في اليوم العالمي النهارده للمراه ان بناتنا واخواتنا وشريكاتنا في المجتمع من الكفيفات ايوه يتعمل لهم تطبيق ويقفوا ويتعلموا من خلاله الطبخ ويقفوا على الهواء في برنامج جميل زي برنامج واحنا حضرتك. اول مره يظهروا البرنامج صح؟ اول مره. حلو. ده اول ظهور ليهم. حلو. ويطبخوا كده على الهواء بالثقه دي وبالامان ده وبالحلاوه دي. خالص والله بجد انا عشان كده عاجبني التطبيق ده جدا ده بجد مش هزار. وبعدين ساره وديما مبهرات بصراحه. شكرا ربنا يخليك. ايوه قلبي يا ساره قلبي. قلبي كده. طبعا احنا بنتعامل مع الزيت يعني بحذر. طبعا عشان خاطر يعني ما يحصلش اي كوارث. احنا طبعا الفراخ دي هناكلها لشحاتة. لشحاتة ده مرضي عليه ولا لا؟ بقى يا ساره هي دي الفراخ اللي شربت شويه زيت زياده؟ في وفي. طيب اللي ما شربتش دي احنا ناكلها، اللي صح. شربت هناكلها لشحاتة. ليه شحاتة؟ عشان شحاتة هريني اقول له شحاتة ما بقتش بعرف اقف كتير، يقول لي ايه؟ يقول لي اصل السن بقى. سن؟ انا يتقال لي سن؟ طب ده انا غالب الاستوديو ده كله ريست. طب والله العظيم الريحه حلوه. هي الريحه حلوه اه مفيش كلام. ايوه يا نسايم الزمن الجميل هفهفي. صح. اه يا سيدي اه يا عيني اه. ده عند الحته اللي بتغلي. ايوه اخد طبق ايه؟ هو في طبق انا مش عارف. اه اللي على يمينك الابيض ده يا استاذ. ده؟ ايوه هو ده؟ ايوه. طيب ده اللي ساره هتغرف فيه. انا معاك يا ساره. يا ست سوسو. ايوه كان معكم مساعد طباخ يوسف الحسيني يساعد الشيف سارة. يعني دول لسه شوية لسه حبة. لا دي قروبة قوي يا جماعة دي بس مسكتها بالمساكة دي ولا مش عارف ايه قالت لا دول لسه شوية. القطعة دي خط. تمام. ودي ما قاعده بتقلب. بعد اذنك انا اللي هدوقه عشان اعرف. انت اللي تدوقي. دوقي يا ستي عشان اعرف يعني. طيب خالص انت خلقك ضيق ليه؟ علشان تعرف. دوقي يا ديما دوقي. طبعا المطبخ عايز حب وعايز ان اللي يقف في المطبخ يكون حابب يتعلم. حابب اللي بيعمله ده. حابب اللي بيعمله وحابب يتعلم. وكل حاجه ليها طرق بديله. يعني مش معنى ان في مثلا ضعف بصر او كف بصر ان انا لا ما اقربش من البوتاجاز ما ادخلش المطبخ هتعور هتحرق مش عارف ايه. انا معاكي. لا يعني ان احنا نتعلم بطريقه صح ما ناذيش نفسنا وفي نفس الوقت نعتمد على نفسنا. أحلى لان كلمتين. مش طول الوقت هيكون في حوالينا ناس يعني. صح انا معاكي 100%. انا واقف تفاصيل عشان بس تبقي فاهمه يعني. ده بيتوفر كلام ساره ده احنا وفرناه في التطبيق. في التطبيق يعني في جوه الحل. اه احنا عاملين بند كامل اسمه عوامل السلامه والامان علشان يقدر كل كفيف وكفيفه يعرفوا ايه ازاي يامنوا نفسهم جوه المطبخ. طب بصوا بقى احنا ايه يعني في الفتره اللي جايه لازم هنتقابل كمان تاني ودي حاجه مهمه انا حاطط لك اللي بتاعه. تمام ان شاء الله. ايه رايك بقى عشان ما تقوليش مش لازم يكون في حد موجود. زقيني كده اروح انا واحده تعملي بقى. لا ما تقربش. ما تقربش. حاضر سلام عليكم. ما تقربش ايه؟ لا مش قصدي. عايزه ايه؟ امال ايه عامله حاجه غلط ولا ايه؟ انا كترت زيت. لا دلوقتي الزيت فيها؟ كترت يعني. كترتي؟ مش مشكلة نصفيها في طبق تاني سهلة. ينفع؟ اه اكيد هنلاقي اطباق. شحاتة هيجيب لنا طبق. اشيل لك انا دي بقى وتحطي البتاع بتاعتك. اهو كده. وطبعا في اهالي
بترفض تماما، يعني بيكون الاهالي نفسهم هم اللي رافضين ان اولادهم المكفوفين يدخلوا المطبخ. ليه؟ شايفين ان هم هيتحرقوا، هيتعوروا، هيحصل لهم كوارث. لا مش هيحصل حاجه ان شاء الله، بس هم مش عارفين ان في طريقه، يعني كل حاجه في الدنيا ليها طريقه معينه، فلو احنا اتعلمنا الطريقه خلاص مفيش مشكله، مفيش خوف. دي مضربة السلطه كلها. الله يسامحك، الله يسامحك. ده انا صغيره انا بتاكلها، انا اظن صغيره اصلا، انا هدوء والله، عامل زي زي وانا صغير، قال لهم هدوء وخلص الطبق. انا بظبط الكنيه عشان ما تاكلوش حاجه مش ظابطه. يا سلام، اميره الامراء. الله، دي اسمها من هنا رايح اميره الامراء داوود، مش ديما داوود يعني، قال عشان بس انتوا ما تاكلوش حاجه. انا هاخد معايا الزبديه من البيت. ماشي. طبعا حابه اقول ان ديما كانت مبصره اصلا لحد يعني اولى اعدادي تقريبا 13 سنه. وبعدين 13 وبعدين حصل لها يعني مشكله وبقت كفيفه، التهاب عصب بصري. فهنا بقى طبعا حياتها مبصره وخلاص يعني بتعمل كل حاجه عادي طبيعي. فطبعا الشخص اللي هو بيبقى مبصر وبيحصل له ظروف ويبقى كفيف، ده اصعب بكتير من اللي هو مولود كفيف اصلا. فلازم يتعلم كل حاجه من اول وجديد، من اول وجديد لازم يحصل له تاهيل نفسي وتاهيل، يتعلم مهارات عشان كده يتعلم حاجات جديده. بس فدي ما اتعلمت برايل، واتعلمت كمان انها تستعمل التليفون عن طريق قارئ الشاشه، اهم شيء الاراده، وكمان بتكمل تعليمها في مدرسه مكوفين. حلو. فيعني انا حابه اقول تجربتها لاي حد يحصل له مشكله تكون هي ملهمه. يعني انتوا الاثنين تجننوا تجننوا والله العظيم. وبعدين ساره حلق يديه جدا، كاريزماتيك يعني. مش سهله، مش سهله ساره ان شاء الله. انا عايزه اقول لكل المشاهدين انها تكون من اوائل مدربات الطبخ الكفيفات معانا في التطبيق ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله هتقدم كورس للمبتدئات علشان يتعلموا مهارات الطبخ. فتخيل بقى ان المدربه تكون كفيفه وبتعلم كفيفات. ده بتعلمني، ده عماله بتقول لي حاجات انا ما اعرفهاش، فاللي هو كده احنا في التمام. انا اولا عايز اشكركم جدا جدا، يعني دكتور ايمان بجد انا بشكرك ساره بجد، انا فرحان بيكي جدا. ديما انت جدعه، جدعانه غير طبيعيه في انك بصي استخدام السكينه مش سهل، السكينه دي فن يا ديما. هو اصلا اي حد بيتعور يعني، هم المبصرين بيتعوروا برضو عادي. انا بتعور، انا احسن واحد في الدنيا يتعور يعني، مش كارثه يعني، احسن واحد في الدنيا يتعور. هي كل حاجه بتيجي بالممارسه يعني. بس بعيده هي كل القصه في طريقه المسكه، صح؟ صح والله. حاولت قديمه ما عرفت. انتوا المهم ان انتوا نورتونا الليله دي. احنا هنشوف بقى الاكل ده هنعمل فيه ايه بالليل بقى كده، بعد ما التترات تبدا تنزل هنبدا نقزقز ننقنق، ودي حاجه مهمه. يا رب يعجبك بقى. هيعجبني. ولازم لازم هنتقابل تاني بقى، تعالوا مره نجرب نطبخ طبخه كده اهو على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وتبقى بقى بجد بقى طبخه حلل. عايزين بقى حله حله وندخل بقى بجد جوه الحله. انا هغطس في الحله. محشي محشي اوكي، ورق عنب من ديما، وكرنب من ساره، وانا برضو هشارك بالاكل ان شاء الله. وانا ادخل ببط. الله يعزك بالاكل. بط؟ ماشي اوكي. بس ادي كده اكله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا مش عارف بقى ان ايوه دي سنة طيبين. اللهم بلغنا رمضان. شمالي كده ما اي حاجه يا جماعه، دي طيب بيتوهوني. المهم يعني خلصت الحلقه لحد كده. لو كلنا العمر بكره هنتقابل معاكم ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه.